والله مالي على انا شو دخلني انا شو فيه سياره انت في الموتى ان شاء الله كل تابوت بحطوا لي اياه بالسياره بدي افتح بش فيه ونحن كمان يا سيدي ما لنا علاقه باللي موجود بالتابوت الله وكيلك كنا طالعين على الطريق ومعنا جسد المرحوم الله يرحمه ابصر شو عملوا يمكن بدلوها يا سيدي مزبوط سيدي كلام اخي مزبوط سيدي هذا الزلم تسلط علينا بنص الطريق قال طالعوني معكم والله قرعت ابوه منين ما بنعرفه طالعنا يا سيدي قلبنا طيب طالعنا واخذوا ابي سيدي وحطوا بالتابوت حشيش حشيش انتوا حتلبسوا هل انا لا ده انا وديكم في داهيه كلكم انا عايز ابو حسين حضرة الضابط انا دبلوماسي السابق حضرتك وين كنت تشتغل دبلوماسي نعم سمعت السؤال في تل ابيب اسرائيل يا اهلين بشرف لقيتك مش هتعدي اخر إجا الوقت اللي رح تدفع فيه ثمن العمالة والخيانة يا حضرة الضابط أنا مالي خبر ها؟ علي الحلال لو بعرف إنه هو عميل لإسرائيل ما خليته يحط رجله بالسيارة أخ يا عديم الوطنية يا خاين يا عيب الشوم حضرة الضابط الشغلة مو حشيش وحشيش القصة أكبر بكتير هي جاسوسية هي اختراق للأمة العربية عن طريق هيك شكلات يا سيدي اللي تشوف كيف كنت عم تتجول بالطرقات؟ مين اللي ساعدك؟ لك شو يا سيدي مين اللي ساعده؟ سيدي هذا الزلمة بساعد بلد بحالة سيدي هذا الزلمة خطير جداً جداً سيدي عميل كبير سيدي مخترق الأمة كلها يا سيدي عنده شبكة كبيرة أكبر ما بتتصور بكتير يا سيدي ديروا بالكم منه سيدي ديروا بالكم عملتوها قناة الجزيرة بتوع الحشيش أنا عايز أكلم أبو حسين فوراً فوراً وإنت بس ما تقول كلمة عادلة يا أخي أنا مش لسه كنا زي السمنة على العسل اسمع يا عميل يا خاين ها بعمري بحياتي معاك حط وشي بوشك ولا لساني خاطب لسانك ولولا تكون ايدي هيك مكلبشه ولكن تشلختك تشبيخ 500 اسره عربيه ستحتفل غدا بعيدين عيد الفطر المبارك وعيد اخر هو عوده المعتقلين الذين كانوا محتجزين بالسجون الاسرائيليه بعد ان قام حزب الله باسر 8 جنود اسرائيليين تسللوا عبر الحدود اللبنانيه وستتم عمليه الاستبدال في صباح الغد هن والله يا سيدي هن وهذا الرجال واقف قدامنا لك هن مين هن الأسرى الإسرائيليين اللي كمشوا حزب الله اكيد هربوا الله ينور عليك بسام سلموني لابو حسين انا خائن وعميل وابني كلب بس الحشيش ده برضه مش بتاعي شي غريب الفجر عم بشقشق وما في اي خبر عن نجي بيك ليكون اللي ركب معاهم عملوا فيه حاجه ابو عبد الله انت مش قلت ان الطريق امان ما في طريق بالدنيا فيها امان يا ابراهيم خصوصا على الحدود اذا كانت بلادنا نفسها ما فيها امان كيف بالاحرى على الحدود الله. بس هم يعملوا فيه ايه يلا ما بيعرفوش ان احنا معنا فلوس يا نهار اسود ليكونوا خطفونا وين يطلبوا فديه عشان يفرجوا عنه عشان يعملوا هيك لازم يعرفوا انه معكم مصاري انا باكد لك انه ما حدا معه خبر بهالمعلومه يا اخ زاهر جايز تكون العربيه عطلت على السكه زي اي عربيه بتعطل ما لما بتنحس بتنحس يا شباب انا عرفت وين ناجي بك عطله صار في سوء تفاهم وان شاء الله بينحل قريبا طب ايه اللي اخره يا ابو حسين هو في حاجه الناس يلي راكب معهم طلعوا تجار مخدرات معهم 100 كيلو حشيشه 100 كيلو حشيش استغفر الله العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم حشيش ومخدرات في رمضان ده رمضان لسه ما خلصش هي الناس دي ايه ما فيش في قلوبهم ذره ايمان واحده الله جرايا شيخ حسن ما تحبكهاش كده كل سنه وانت طيب وبعدين ناجي باشا ده لا مؤاخذه راجل مرسى بيقول لك حشيش يعني بيكعبل في الخير كده لا مؤاخذه طول ما هو ماشي انا رايح على المركز انتوا صلحوا العجلات والحقونا خليك معهم يا ابو عبد الله Thank you.
أنا آسف يا نجي بك، اللي ما بيعرفك قديش عرفك كان لازم أبو حسين يوضح لي الصورة. أرجوك ما تواخذني. أنت راجل بتأدي واجبك يا حضرة الضابط. بالعكس أنا سعيد بمعرفتك وآسف إني أزعجتك. طيب بس منشان تثبت لي إنك منك زعلان مني لازم تشرب معي كاسة شاي وتاكل كعك العيد. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. بس ها؟ شو إيه؟ شو مش ها؟ طلعونا لبرا وهذا الرجال اللي إجا وأخذوا لناجي عطلة؟ لك شبك ناصير شبك، هلا بكون عم ياكل بدل مرتب، معلق من رجلي ويا شهدة ويا سعدة، وهون بيوجعك وهون ما بيوجعك، وعلى أخ وعلى إيه وعلى أوخ. إيه سيدي، يمنا منه شو بدنا فيه؟ هلا نحن شو مشاننا؟ يعني شو راح يساوي فينا؟ سلمان، الدولة ممكن تسامح بكل شيء إلا الخيانة العظمى. وهذا الصهيوني اللعين صيد سمين، ولا تنسوا إنه نحن اللي أسرناه. يعني الجماعة مو بس يمكن يسامحونا، يمكن يعملونا مكافأة مرتبة. يعطيك العافية معلم. أهلا. لمين هذا الشاي فوتو؟ لحضرة الضابط والإمام. قصدك هذا الزلمة اللي دخل عنده هلا. طيب هاي الكاسة الثالثة لمين؟ ما بعرف، هني طلبوا ثلاثة وأنا حفوت لهم ثلاثة. الحكي هذا معقول طلب كاسين شاي هذا الزلمه اجى لعنده؟ او بجوز طلب كاسه شاي كبيره قام جابوا له تنتين صغار. اهم شيء حدا الضابط انه ما حدا ياخذ خبر بالموضوع قبل ما نستلم اسرانا ونسلمهم اسراهم. اذا حدا اخذ خبر مشكله كبير، الاخ ناجي والشباب لازم يغادروا لبنان فورا. طب والجماعة اللي أنا جيت معاهم دول حتقولوا لهم إيه؟ لا حنقولوا لا حنعيد، هن الكمشوا بقضية ولازم نسلمهم تيتحكموا. رح يبقوا هون وبكرة الصبح بنعرضهم على النيابة العامة. أمال فين الكحك يا عم؟ معلم معلم؟ نعم. يستر على عرضك قرب لنشوف. مور لطيف شو هالكحكات هدول لمين؟ لمين هدول الكحكات؟ لحضرة الضابط والليمون. لثلاثة؟ لك ايه لثلاثة. طب سؤال الرجال اللي كان معنا بالسيارة وكمشتوه وحطيتوا له الكلبشات بايديه، شو سويتوا فيه؟ ايه ما هيدا هو اللي طالبين له الشاي والكعك. شاي.